بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، قيشت من أوزي قال تشير وككير بعير إي ك ولما بلغ عدة سنوات دفعت به إلى المؤدبين ليحفظ شيئا من كتاب الله. دوي أوي دايش ربيعي بو أو ناوي بو هل بجارت باشان. ولما بلغ عدة سنوات، بلغ جيش بشتيك أهان دلين فلان بالغة، يعني مروفي شي بي جيشتوا كابو بلغة، يعني جيشت كاتي جيشت بتي عدة سنوات، تمني جيشت تن صالق عدة يعني تند نو وكو بسيار كردن. سنوات جمع سنة يعني صال، شهر يعني مانك، أسبوع يعني هفتة. ولما بلغ عدة سنوات دفعت به إلى المؤدبين، دايتي نادي لايتشي أصلي وشي دفع يعني بالينا بلام ليرة ما بستي أوي الناردي رواني كرد بولايشي إلى المؤدبين پروردەکاران، أو ما مصاي كمن دالانيان پرورده دكرد وفيري خندواري وقرآن خندوان دكرد لبرتي ناردي بو أوي ليحفظ شيئا من كتاب الله. حفظ يعني لبري كرد، ليحفظ هتاوكو لبربك شيئا شتيك هنديك من كتاب الله لكتابك إخوة سبحانه وتعالى كقرآن. واستطاع حفظ الكثير من سور القرآن خلال شهور قليلة. كرد قتني دبي سلوشاوي أو عبارة بشتيني هندي شي تيبقي. واستطاع حفظ الكثير من سور القرآن خلال شهور قليلة. واستطاع تواني حفظ لبربكا الكثير زور من سور القرآن. سور جمع سورية نقب صاد صورنا تنك الصورة يعني وينة، أما سورة بسين يعني سورة. زور سورة القرآن لبربك خلال شهور قليلة، خلال لماوي، شهور جمع شهر زاند يعني مانك، قليلة كم تواني لماوي تنمانجي چي كم دا زور سورة القرآن لبربك. شعرت الأم أن عليها أن تستثمر فيه تلك المواهب. شعرت هستي كرت چه الأم دايكك أن عليها كالسريتي واجب لسري بيوست لسري أن تستثمر فيه تلك المواهب. استثمار يعني وبرهنان، لبن رد ثمرة يعني برهم، استثمار برهم هنان أو دايكك هستي كرت بيويست لسري وبرهنان بكا لتشي لو مواهباني كلام دالك إيداي. مواهب جمع موهبة يعني بهرة، دايكك هستي كرك بيويست وبرهنان بكا يعني بقوزيتو أو بهراني كلام دالك إيداي. فدفعت به إلى أيدي الفقهاء والعلماء ليقوموا على تعليمه. فدفعت به إلى أيدي الفقهاء والعلماء، أيدي جمع يد يعني دست، داية دستي فقهاء
شارع زان لزانستي فقه دا دستي شرع زانانو علماء جمع عالمة يعني زانا لا يدستي شرع زانان وزانايان بو ليقوموا على تعليمه حتى وكو هل صنبا فير كردني تعليم يعني فير كردن تعلم يعني فير بون معلم يعني فير كار ما مصطا متعلم يعني فير خواز قتابي لم تبخل أم ربيعة على أي أحد يقدم جهده وعلمه لولدها الصغير بخيلي يعني الرجدي سروتشي كسي باري لدزنية تدروا دايش ربيعة بخيل نبو برامبر هر كسكا يقدم جهده وعلمه يقدم بيشكشدك تقديم بيشكش كردن بويضل مقدمك قتي يعني بيشكش كارك قتي يقدم جهده وعلمه حركس كجهدي خوي هولو مان دوبول وزانستكي خوي بيشكش ربيعة كردبا بيشكش با ولد الصغيرة كي كرب بتوكا كي كردبا بخيل نبو برامبري تونكا اما باس ما كرد ميردكي 30,000 ديناري بو بزيهشتو لو باري صرف دكرد وكو بخشش و دياري ديداية او كساني كخوان لغل من دالك ايمان دو دكر مما جعل هؤلاء يتسابقون لتعليم ربيعة او جواي لأوان كرت كي يتسابقون مسابقة بكن بيجبر چي بكن لتعليم ربيعة بوفير كدني ربيعة كانت تبذل المال من اجل الوصول الى غاية واحدة بذل المال يعني مال بارا بذل خرجي كرت صرفي كرت كانت تبذل المال باري خرج ذكرت دايش ربيعة من أجل الوصول إلى غاية واحدة من أجل لبيناو ضل فعلت ذلك من أجلك أو اشتم لبيناو تو كرد ومن أجلك لبيناو تو من أجل الوصول لبيناوي وصول جيشتن لبيناوي جيشتن بشي إلى غاية واحدة غاية مبز آمانت واحدة يقدعنا كهو ما ناكيد دبيتا چي ليش دا كانت تبذل المال من أجل الوصول إلى غاية واحدة باري خرج ذكير لبيناو جيشتن بيك آمانت أو آمانت تبو أن يصبح ربيعة أحد الكواكب التي تضيء سماء الأمة فينفع الله به المسلمين أن يصبح وايلي بي أصبح يعني وايلي هات أصبح غنيا غنيا يعني دولمند جاران هجاربو وايلي هات دولمند بو أن يصبح ربيعة ربيعة وايلي بي ببي بتشي أحد الكواكب كواكب جمع كوكبة كوكبش يعني أستيرا هسارة لما نرد عرب فرق بين النجم وكوكبي نذكرت هردو بمعنى أستيرا دهاتن أما إسا كزانست أستيرا وهسارة ليك جيا كردوتو بزوري كوكب بمعنى هسارة دي نجمش بمعنى أستيرا دي باشا أن يصبح ربيعة أحد الكواكب ببيت يشق لأستيركان التي تضيء أضاء يعني الروناشي كردوا أها ضوء ضوء يعني الروناشي برشنك ضوء الشمس يعني برشنجي خور بيقومان زاني الشمس يعني خور التي تضيء ببيت يشق لو أستيراني كرون روناك دا كانوا تشي سماء الأمة سماء يعني آسمان أرض زوي جبل شيا جكشي وادي يعني دول أن يصبح ربيعة أحد الكواكب التي تضيء سماء الأمة فينفع الله به المسلمين نفع يعني سود كلك نافع يعني بسود بكلك
فينفع الله به المسلمين خواي جورا الله جل جلاله بهوي به بهوي ربي عوا سود بمسلمين بجيني سود بمسلمانان بجيني مسلم يعني مسلمان مسلمون جمع كيتي وتمضي الأعوام أعوام جمع عام عام يعني صال وتمضي الأعوام صالان رويشتن ويبلغ ربيعة من العمر 30 سنة يبلغ جيشت دقات ربيعة جيشت تند جيشت السي صالي تمني عمر تمن 30 سنة يعني صال نعم بلي فقد ظن الجميع بما فيهم الزوجة والابن أن فروخ قد مات فقد ظن الجميع ظن يعني جماني برت الجميع هموان هموان وان جمان برت بما فيهم الزوجة والابن بالزوجة بها وسركو بابن بكركش وان جمان دبرت كأن فروخ قد مات كفروخ أو بياوي كان صار بيش يستعر ويشت بو جيهاد قد مات مردوه كان دي كان صار الدنجينية وكانت المفاجأة الكبرى انجا مفاجأة سبرايز قورك كبرى رويدا كبرى قورة فقد عاد المجاهد فروخ الذي ناهز 60 من عمره بملابس الفرسان إلى المدينة هول دبزانا هيشي تيدقي فقد عاد المجاهد فروخ الذي ناهز 60 من عمره بملابس الفرسان إلى المدينة فقد عاد المجاهد فروخ مجاهد يكوشر أو جهاد دكا فروخ مجاهد كالذي ناهز 60 من عمره كلا الشخص صالي تمني نزيق بويوا نزيق بويوا ناهز مثلا ناهز او عند صالة من عمره يعني لو عند صالة نزيق بوتوا ناهز الاحتلام يعني لبالغبون نزيق بوتوا احتلام يعني بالغبون لبالغبون نزيق بوتوا قراوة بو مدينة بملابس الفرسان فرسان جمع فارسة فارس يعني سوار تاك فرسان جمع كيتي بجلو برجي سوار تاكان وحات وتوبو مدينة تمنشي تندا تمنشي نزيق لش الصالان تغيرت البيوت والشوارع كثيرا تغيرت البيوت والشوارع كثيرا تغيرت غورا شي البيوت جمع بيت يعني خان وكان والشوارع جمع شارع يعني كولان كان كثيرا خان وكان وكولان كان مدينة زور قرابون طبعا لبرتاوي فروخ ولكنه استطاع أن يجد بيته ولكنه بلام استطاع تواني أن يجد بيته وجد ديتي دوزيوة تواني مالكي خوي بدوزته دواي أوهم الصالة كان المساء قد حل مساء يعني إوارا صباح يعني بياني هذا الله صباح الخير بياني باش يا يعني مساء الخير كان المساء قد حل إوارا هاتبو إوارا دا هاتبو دفع باب بيته دفع وتمان بالي بيونا ونيا بالينا سحب رايك يا شاه جاء رواية برامبر درقائق دروي اللي نساو اسحب رايت يشا يعني ادفع طالني دفع باب بيته باب درقاء درقاي مالي طالنا وولج صحن الدار ولج يتو جور تو ناوية ولج صحن الدار صحني دار يعني خانو صحن يعني حوشة أو قرب عنت ولينا وراست صحن الدار شو حوشي مالكو فتنبه رب الدار ربيع أو وقت خلق زود أخوت تنبه هوشيار بويوة
نبيه يعني هوشيار زيرك بويدله منبه دانيوه يعني هوشيار كلوه ساعاتي موبايل منبهي بيضلا هوشيار كلوه يعني هوشيار الدكاتره. فتنبه رب الدار ربيعه، رب يعني خاون ويجاري بأخوات دلين شي رب العالمين بروردقاري جهانيان خاوني جهانيان خاوني مالك كربيعية وشار بيو يجيهاتو تحوشا. فلما رأى ذلك الفارس يقف منتصبا في صحن الدار كاتي أو فارس أو سوار شاكي بيني سلو برجي سربازي لبرو حتما شمشيري شي بقى دو كردو هاتو تحوشا. يقف منتصبا، يقف واستاوى منتصبا قيت قنت واستاوى في صحن الدار الحوشي مالك هبط هلصة قيت بوه مزمجرا بدم هاواره تونك مزمجر يعني اشتك نري ليوبي دنجي برزي ليوبي. وتيتي نراندي وتيتي كيف تقتحم بيتي يا عدو الله. اقتحامي بيت يعني هيرش كنا سر مالك تونا جوروب بيه برسو استخاوانا كي اقتحام كيف تقتحم بيتي يا عدو الله تون هل دكو تيسر مالك ام هاي دجمن اخوا تونك عدو يعني دجمن عدو يعني دجمن عدو الله دجمني الله جل جلاله تون هل دكو تيسر سر مالك ام هاي دجمن اخوا. اما تعلم ان للبيوت حرمة يجب ان تصان. أما تعلم أو علم الدنيا أو نازاني أن للبيوت حرمة حرمة يعني الريس هذا الله باحترامه بريزة احترامي بلان بركي دقري الريزي بلان بركي دقري. أو نازاني ما وكان ريزي كان هي يجب واجب أن تصان ببارزة تلك الصيانة يعني بارست أو تشون لخوتو هاتو يمال نازاني مال هر مالك درگای بودن را رزی چیه دیو پار از دل خو منو پیش شلی نکن. الی ندوستین انشاءالله تعالى لوانی دعتو شرک کتا دکن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.